الخبز اللي احنا نعطيوه للعلفه باش نخرج منه الكيك براونيز كوكيز ينجم يعوض الفارينه وندخلوه في لي باتيسري نتاعنا. عسلامة انجح تسنيم جزيري صاحبه فكره مشروع يحكي على تثمين الخبز. من 2015 قررت لي انا باش نعمل البروجي نتاعي في دومين الباتيسري. على هذاك مشيت بعد ما خديت دبلوم جيني دو بروتيكسيون اي ليت كونتر لا بوليسيون مشيت عملت فورماسيون بي تي بي باتيسري قريتها عامين ومن بعد خدمت عامين في لي باتيسري وفي الكوشه بطبيعه بتعب هذاك الكل. من بعديك عملت سيكل انجينيور في الاندستري اليمونتير وغادي وين تبلورت الفكره يعني ولا في مخي حاجه اسمها فالوريزاسيون ومن غادي جات الفكرة متاع الخبز. خاطر جيت نشوف في تونس ما فماش باتيسري تخدم على الخبز ولا الماتيغ بخميغ متاحها هي الخبز. دونك من غادي جات الفكرة خوجي يزم يكون فيه الانوفاسيون فيه الفالوريزاسيون دونك ما يكون كان الخبز. على ذاك الخبز والمادة الأساسية والمادة الأولية اللي برودوي أليمونتير الكل باش يخرجوا من فتات الخبز. جيت قلت خلني عندي لي غوسيت اللي انا ديجا خادمه عليهم واللي انا مقمرتهم من قبل. قلت هذوما لي غوسيت الباهيين. شديت البراونيز خدمت لي غوسيت تاعي عملت شطر فرينه وشطر فتات الخبز نلقاها ناجحه الغوسيت. دونك المره الثانيه نحيت الفرينه وحطيت فتات الخبز والغوسيت نجحت. الفتات الخبز نجم يعوض لك الفرينه. بعد ما جربت لي غوسيت في الكوجينه نتاعي وتاكدت اللي هي غوسيت ناجحه وتنجم تدخل فيليغ جديده في تونس شنو عملت؟ قلت توا هذا هو البروجي نتاعي لازم نخرج به للعباد. لازم نعرف انا راي العباد ني خاطر كوميم واحد يخاف شويه نوسيون جديده خبز بيت. دونك هوني لازمني انا نبدا بالسنسيبيليزاسيون توعيه نتاع العباد. خرجت في لي زيفينمون بديت نعمل في لي برودوي ديما نحضرهم. دونك بدات العباد ذوق فما اللي يبهت فما نظره نتاع استغراب فما نظره نتاع بهته بصراحه يقول لك كيفاش الخبز اللي احنا نعطيوه للعلفه كنا نجمو نخرجوا منه دي برودوي كيف من هذا نجم نخرج منه الكيك براونيز كوكيز. دونك بديت انا نلاحظ في العباد قبلتها فما التشجيع فما يقولوا فكره باهي كيفاش الناس تغافل عليها كيفاش مالي نقولوا احنا الكوشه اللي كان الخبز لوح قبل كيفاش ما جاتهمش فكره هكا يعوض لك الفرينه. من قبل احنا نقولوا ديما عندنا كاسبياج نتاع خبز قعدنا كوشي في سونسيبيليزاسيون فما برشا عباد قالوا لي راهو احنا يهمنا الموضوع هذا سورتو من الجماعه اللي مهتمين بالبيئه فهمت. دونك من وقتها بديت نكثر في لي زيفينمون فما كونتاكت كبير. من وقتها بديت شويه لي بروتوتيب نتاعي يخرجوا شويه حتى في دي كوموند صغار نقول لك اعمل لي كوموند في عندي ايفينمون في عود نشري انا من الكيك العادي نحب نشري انا من الكيك نتاعك الماتيغ بروميير نتاعو هي الخبز نكون اكتور وانجاجي معاك.